ودائما كما قلت الإخوان المقابلات مع الفرق ديال شمال إفريقيا دائما تتكون صعيبة، مع الفرق المصرية دائما تتكون صعيبة، وحنا كنا عارفين صعوبة اللقاء لأن 0-0 في مقابلة الذهب تتبقى نتيجة ملغومة، لا تسجل عليك إصابة هنا تتصعب عليك الأمور، إذا حنا كنا مركزين وكنا عارفين صعوبة المقابلة، وعندك لاعبين من هذه الطينة من هذه القتالية، فما يمكن لك أن تنتظر هذا الانتصار اللي بهذه المناسبة تنهديه لجميع الجماهير ديالنا الرجاوية في المغرب وخارج المغرب وجميع مكونات فريق الرجاء الرياضي، والآن فريق الرجاء الرياضي سوف يمثل كرة القدم المغربية في الكأس الكونفدرالية. عم طبيعة الحال التحكيم بالنسبة لنا احنا كان تحكيم كارثي، فشتو ان بطاقة الصفراء كانت بالمجان، كان لاعب كان الحكم ما حاميش اللاعبين ديالنا من طبيعة الحال، فاحنا غادي ندرسوا في المكتب المديري باش ندوا بهذا الحكم اللي ما داش مقابلة في المستوى، وتنظن ان بحال هذا التحكيم هذا ما تشرفش كرة القدم الإفريقية. الجماهير دائما حاضرة معنا، فانتم تعرفوا ان فريق الرجاء الرياضي عنده ما يناهي 7 مليون ديال المتتبعين سواء في فيسبوك او تويتر او في انستغرام، فالجماهير ديالنا دائما حاضره معنا سواء في الميدان او في لي ريزو سوسيو، فمن طبيعه الحال فغيكونوا ناشطين، وحنا الدور ديالنا الاول والاخير هو نساعدوا الجماهير ديالنا، وان شاء الله حنا الحظوظ ديالنا وافره في البطوله المغربيه. عندنا الان نهائي في كاس الكونفدراليه، عندنا النهائي في كاس العرب اللي غتكون 21 غشت اللي تتحمل اسم جلاله الملك محمد السادس حفظه الله. اذا كما قلت الاخوان فريق الرجاء الرياضي ماشي في عطله، عنده برنامج مكثف، وباش ننور الجماهير ديالنا فعندنا مقابله يوم الاربعاء، مقابله يوم الاحد، مقابله ضد حسنيه اكادير في اكادير، ومن اكادير الفريق يمشي لكوتونو يوم 7. تنظن ان الطاقم التقني راه الاطقم التقنيه والطبيه فراهم واقفين على المسائل ديالهم، وهذا الشيء راه ماشي جديد، راه ملي بدات البطوله وحنا تنلعبوا الى الاربعاء ولا حد، وانتم شفتوا العطاء اليكسيبسيون دو كيلكو ماتش لا بليبار دي ماتش اون ايتي على اوتور اي جو فو ريمسي.